كم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح، غدا بين أطباق النار يصيح. والنار تقول: اشتد حري وبعد قعري وعظم جمري، عجل إلهي بأهلي. فيدفعون إليها دفعا تدفعهم ملائكة غلاظ شداد، خلقهم عظيم وبأسهم شديد، يسوقونهم إلى جهنم عراة حفاة. فبينما الكافرون والعصاة في كربها وأهوالها، إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب، وأطلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لها زفيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب. فيتيقن المجرمون بالعطب، وجثت الأمم على الركب، حتى أشفق البراء من سوء المنقلب. وخرج المنادي من الزبانية قائلا: أين فلان ابن فلان المضيع عمره في سوء العمل؟ فيبادرونه بمقام عم حديد، ويستقبلونه بعظائم التهديد، ويسوقونه إلى العذاب الشديد، وينكسونه في قعر الجحيم، ويقولون له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فأسكنوا دارا ضيقة الأرجاء، مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، يخلد فيها الأسير، ويوقد فيها السعير، شرابهم فيها الحميم، ومستقرهم الجحيم. الزبانية تقمعهم، والهاوية تجمعهم، أمانيهم فيها الهلاك، وما لهم منها فكاك. قد شدت أقدامهم إلى النواصي، واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من أكنافها، ويصيحون في نواحيها وأطرافها: يا مالك، يا مالك، قد حق علينا الوعيد، يا مالك، قد أثقلنا الحديد، يا مالك، قد نضجت منا الجلود، يا مالك، قد تفتتت منا القيود، يا مالك، أخرجنا منها فإنا لا نعود، يا مالك، انعدم الخير من هذا الوجود. فتقول الزبانية: هيهات، لا تحين أمان، ولا خروج لكم من دار الهوان، فاخسأوا فيها ولا تكلمون، ولو أخرجتم منها لكنتم إلى ما نهيتم عنه تعودون. فعندئذ يقنطون، وعلى ما فرطوا في جنب الله عز وجل يتأسفون، ولا ينجيهم الندم، ولا يغنيهم الأسف، بل يكبون على وجوههم مغلولين. النار من فوقهم، والنار من تحتهم، والنار عن أيمانهم، والنار عن شمائلهم، فهم غرقى في النار، طعامهم نار، وشرابهم نار، ولباسهم نار، ومهادهم نار، نعوذ بالله من النار ومن عذابها. فهم بين مقطعات النيران، وسرابيل القطران، وضرب المقامع، وثقل السلاسل، فيصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد تقطع بها جباههم، فيتفجر الصديد من أفواههم، وتتقطع من العطش أكبادهم، فتسقط لحوم وجوههم وجلودهم، فيتمنون الموت فلا يموتون. فكيف بك لو نظرت إليهم وقد اسودت وجوههم، وأعميت أبصارهم، وأبكمت ألسنتهم، وقصمت ظهورهم، وكسرت عظامهم، وجدعت آذانهم، ومزقت جلودهم، وغلت أيديهم إلى أعناقهم، وجمع بين نواصيهم وأقدامهم. فيقولون: ادعوا خزنة جهنم. فيدعون خزنة جهنم: أن ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فيقولون: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فدعوا
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فيقولون ادعوا مالكا، فيدعون مالكا، فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، ليمتنا ربك. فيجيبهم بعد فترة إنكم ماكثون. فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير لكم من ربكم. فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. لسان حالهم ربنا ملائكة عذبون، ربنا أرجعنا للدنيا نعمل صالحا إنا تائبون. فيجيبهم ربنا عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون. فيصيرون صما بكما، فوالله ما نبس القوم بعد الكلمة إن كان إلا الزفير والشهيق. فيبكون حتى تنقطع الدموع عنهم، فيبكون دما حتى لو أرسلت فيها السفن لجرت بدموعهم. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تلقتني الملائكة حين دخلت السماء الدنيا، فلم يلقني ملك إلا ضاحكا مستبشرا يقول خيرا ويدعو به، حتى لقيني ملك من الملائكة فقال مثل ما قالوا ودعا بمثل ما دعوا به، إلا أنه لم يضحك، ولم أر منه من البشر مثل ما رأيت من غيره. فقلت لجبريل يا جبريل من هذا الملك الذي قال لي كما قالت الملائكة ولم يضحك إلي ولم أر منه من البشر مثل الذي رأيت منهم؟ قال فقال لي جبريل أما إنه لو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكا إلى أحد بعدك لضحك إليك، ولكنه لا يضحك، هذا مالك صاحب النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب فيجلسون عليها، ويبقى منبري لا أجلس عليه قائما بين يدي الله عز وجل منتصبا بأمتي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي، فأقول يا رب أمتي، فيقول الله يا محمد وما تريد أن أصنع بأمتك؟ فأقول يا رب عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون. فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، وما أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار، حتى إن مالكا خازن النار ليقول يا محمد ما تركت لغضب ربك لأمتك من نقمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار، فيقولون يا محمد ننشدك الشفاعة. قال فآمر الملائكة أن يقفوا بهم، فأنطلق فأستأذن على الرب عز وجل فيؤذن لي فأسجد وأقول يا ربي قوم من أمتي قد أمرت بهم إلى النار. قال فيقول انطلق فأخرج منهم. قال فأنطلق فأخرج منهم من شاء الله أن أخرج، ويبقى قوم فيدخلون النار، فيعيرهم أهل النار فيقولون أنتم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به شيئا فما الذي أدخلكم النار؟ قال فيحرجون ويحزنون من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. فيا إلهي لا صبر لي على حر شمسك، فكيف صبري على حر نارك؟ ولا صبر لي على صوت رحمتك، فكيف على صوت عذابك؟ اللهم إنا نسألك رحمتك وجنتك
ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة برحمتك. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذابها ومن زقومها ومن كل ما فيها. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسألك ربنا أن تحشرنا مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.